المغاربه كخصهم يعرفوا شنو دار في مراكش، ما هي الضيوف اللي جات مراكش، ضيوف من حجم كبير الاخوان. وهذا الشيء ما جاش من جا من السياسه المغربيه اللي غدا في واحد اتجاه اتجاه ايجابي. وفي نفس الوقت هاد الزيارات الزمنيه مع واحد ما يسمى، راكم لاحظتم افتتاح البرلمان، الدوره الخريفيه ديال المؤسسات الشرعيه للبرلمان. هادشي ديال مراكش الاخوان 50 سنه ما تعقد هذا اللقاء في شي دوله افريقيه. بغيت تعرفوا البلاد ديالكم فين غادا والقيمه اللي عند البلاد ديالكم اللي عند المغرب. وهذا اللقاء تقريبا كيزيد تقريبا 15,000 هادو ذو الحضور النوعي، الناس اللي عندهم علاقه بهذا المجال من العالم، الرئيس جلس البنك الدولي والرئيسه ورئيس جوج ديال القميص، راكم لاحظتوهم وكيفاش جابهم ديك المرضي. المرضي يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جوج المؤسسات وجوج القامات اللي جاوا بالوفد اللي معاهم بالحجم ديالهم، جاوا من تما عند السبع ولبس لهم ديك التوني. اشاره الاخوان من الاشياء اللي مساهمه في النمو ديال بلادنا الان هو القطاع الرياضه. نتمنى التوفيق لديك الشباب، ديك اسود الاطلس، هذوك اسود الاطلس الله يكون منهم خيرا والله يوصل من المقصد ديالهم باش يمشوا بهذه البلاد في المجال الرياضي. وفي نفس الوقت هذوك الناس دخلوا تما ديك الكامبو وحضروا في مراكش، الشكر موصول للسقجع والناس ديالو. طبعا الدوله كانت برمتها، ولكن على حسب ما شفت انا كان هناك رجال من وزاره الماليه اللي كانوا بكثافه وكانوا فعلا سهروا على هذا. وكيرجع الشكر موصول للاجهزه الامنيه، الامن، القوى المساعده، جميع الاجهزه، السلطات المحليه والاقليميه، وزاره الداخليه، كان هناك الاغاثه المدنيه، كل ساهم. ولكن الناس اللي قاموا على هادشي حنا قريبين لهم وكنعرفوهم، كان داكشي رائع جدا. باش تجمع 15,000 تقريبا بالاوتيل ديالها، بالماكله ديالها، بالكرسي ديالها باش تجلس، باللقاءات ديالها، بالتنظيم ديالها، بالامن ديالها، وعاد المردوديه اللي عند بلادنا، السمعه الحسنه، لان هاد المؤسسات هما اللي كيمشوا واحد العدد ديال الدول واحد العدد ديال المؤسسات. اذا اخوان هذا كان واحد يوم عرس ديال مراكش اللي كان فعلا قيمه اضافيه لبلادنا واللي شرفنا. وفي نفس الوقت سيدنا استقبل سيدنا في البرلمان وافتتاح ديال المؤسسه الشرعيه رفقه جوج ديال القامات من البنك الدولي. ولذا الاخوان انا ضروري قلت غادي نعمل الكلمه ديالي في هذا الباب، ونشكر كل من ساهم في النجاح من قريب ومن بعيد. وفي نفس الوقت فيها اشاره بعد الزلزال والاشاعات والدعايات على ان كاين زلزال مراكش وكذا، كان صادفوا في نفس الوقت كيجيو هاد القامات وكيجي هاد اللقاء وسط المكان اللي وقع فيه الزلزال، البلاصه اللي كاين الزلزال، والعالم الخصوم ديالنا كيبغوا يروجوا على انك المنطقه والسياحه وكذا، كيدار هاد اللقاء من هاد الحجم. منذ 50 سنه ما درش هاد اللقاء. اذا اخوان كانت اشاره قويه وكان ايجابيه ظهر الحضور عندنا يعني كبيره. وهذا الشيء كيرجع للسياسه النيره ديال جلاله الملك، طبعا الحكومه اللي كتخدم في الظل ديالو، اللي سي خنوش الله يوفقه الله يعاونه، اللي كان بيده محزم. وشفنا واحد العدد الاطر اللي كانت معاه تما، وسيدي الله يعطيكم الصحه وكتشرفونا والله يعاونكم والله يجيب تيسير.